وأخبار السادسة من تي في. أهلا بكم. ارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 5000 قتيل وعشرين ألف مصاب، فضلا عن دمار نحو 6000 بناية. ولليوم الثاني تواصل فرق الإغاثة إنقاذ العالقين تحت الركام وانتشال جثث من فارقوا الحياة. وتأتي الكارثة الطبيعية في وقت تقترب درجات الحرارة من التجمد وانهيار المطر لغياب الكهرباء والوقود في المدن التركية والسورية المنكوبة. وكان الزلزال بقوة 7.8 درجات هز مدن الجنوب التركي والشمال السوري فجر أمس الاثنين. وفي إثره أعلنت أنقرة حالة الإنذار من المستوى الرابع المتضمن طلب مساعدات دولية. هذا ونشر الدفاع المدني السوري مقاطع مصورة لعملية إنقاذ أطفال بعد أن حوصروا بين أحجار البنايات المتساقطة عليهم في أعقاب الزلزال المميت. حركة في يا رب. الأمور قريبة خبروه. عم نور طلع علي لهون. يا عم نور. بابا هون نور. حكي البابا حكي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. ليك البابا حكي يا بابا. حكي يا بابا الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على السلامة يا عمو. شوي شوي على الحديد على الحديد شوي شوي على الهيدة على الهيدة تمام تمام الله يجزيك الخير يا رب بسم الله الله أكبر ما شاء الله يلا هارون يلا البداية أقول عليها لا تجلس لك ياها خليه يريح خليه يريح بديك بدي اللي ورا علي راسك من ورا علي راسك ساعدني علي راسك يا هارون ساعدني ساعدني يلا يلا هارون يلا 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 ساعدني لا تسحب راسك ساعدني يلا يا رب طول بالك لا تسحب هدي هدي يلا 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 صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار تعديل سعر الصرف وخفضه إلى 130 ألف دينار لكل 100 دولار. وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء صادق بذلك على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد. وشهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا سريعا في الأسواق. وقال متداولون إن شركة الصيرفة تعرض المئة دولار بمئة وأربعة وأربعين ألف دينار وسط عزوف كبير عن الشراء لتوقع انخفاض هذا السعر. صوت مجلس النواب اليوم على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب لسنة 2017 والقراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات. هذا وأجلت المحكمة الاتحادية النطق بالحكم في الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان. وقال مراسلنا إن المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم محمد عبود أجلت موعد النطق بالحكم إلى 15 من آذار المقبل. وفي وقت سابق من اليوم عقدت المحكمة جلسة استمعت فيها إلى المدعين موكلين المدعى عليها رئيسة برلمان كردستان رواز فائق. وكان برلمان كردستان صوت في تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها هذا العام مع انتخابات مجالس المحافظات. من جانبها قالت عضو مجلس النواب ثروة عبد الواحد وهي من المدعين كذلك أنها تأمل أن يصدر القرار المؤجل بشأن تمديد عمل برلمان كردستان
مماثلا لقرار الاتحادية السابق بعدم دستورية تمديد عمل مجالس المحافظات. أولا كنا نتوقع اليوم المحكمة الاتحادية تتخذ قرارها، لكن احنا قدمنا كل دفعاتنا القانونية واللائحة القانونية إلى المحكمة المحترمة، ونتمنى أنه يعني يكون القرار مماثل لما اتخذته هذه المحكمة بشأن مجالس المنتخبة، خصوصا مجالس المحافظات، وعدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات، باعتبار أن برلمان إقليم كردستان أيضا مجلس منتخب وتمديد عمره غير دستوري. وقال وعد علي سليمان وكيل المدعى عليها رئيسة برلمان كردستان إن الدعوى المقامة ضد تمديد عمل البرلمان هي مجرد خطاب سياسي ولا تمتلك أي أسس قانونية أو دستورية. السلطة الرابعة كانت حاضرة اليوم مجريات المحكمة ودققت وشافت وراقبت جميع المجريات، وفعلا يعني اللي دقق كل ما ورد على لسان المدعي يلاحظ أنه عبارة عن خطاب سياسي، يعني ما بي شيء يدفع به الدفوع اللي احنا دفعنا بها أو يرد بها الدفوع اللي دفعنا بها على أسس قانونية ودستورية، يعني طلع خارج تماما نطاق الدعوة وعريضة الدعوة. هذا الأمر حقيقة غير مسموح به، يعني المفروض ما تعتمد هذه الجلسة. إضافة إلى ذلك يعني جنابكم تقدرون ترجعون إلى جلسة 15-1، يعني هي نفسها هي الدفوع اللي قدمه، ما عنده شيء ثاني. هذا دليل على أنه لا يملك سلاح الرد الدستوري أو القانوني على ما قام به برلمان الإقليم من تشريع هذا القانون. قالت رئيسة الكتلة النيابية للديمقراط الكردستاني فيان صبري إن تنسيق العلاقة بين بغداد وأربيل تم تضمينه في مشروع تحالف إدارة الدولة والذي شكل الحكومة الحالية. كانت هناك مبادئ لائتلاف إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة، وهذه المبادئ اعتمدت على يعني على الشراكة الحقيقية، وأيضا بشأن التوازن في القرار السياسي وبشأن التوافق أو الاتفاق، وأيضا كانت هناك بعض المواد التي هي متعلقة بإقليم كردستان، تحديدا كانت في المنهاج الوزاري هناك المادة 20 التي تتكلم بتأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بصدد كل القرارات أو يعني أو أي قرار أو أي حتى نسق الصبح. نعم. الانتقال إلى نظام الحوكمة الإلكترونية هدف تسعى إليه الحكومة وتعلن أنها ماضية في مساره. وحوله عقد في بغداد مؤتمر دولي رابع لنظم المعلومات الجغرافية والمدن الذكية. مراسلنا كان هناك ورفدنا بهذا التقرير. تستعد المؤسسات الحكومية للعمل بنظام الحوكمة الإلكترونية من خلال استخدام تقنية المعلومات واستخدام التكنولوجيا في المجالات كافة، والالتحاق بالدول التي تعتمد أنظمة ذكية في إدارة مؤسساتها. مؤتمر دولي رابع لنظم المعلومات الجغرافية والمدن الذكية عقد في بغداد لمناقشة إمكانية تطبيق العمل بالأمن السيبراني ومواجهة الظروف البيئية بطرق حديثة واللجوء إلى التحول الرقمي في إدارة مؤسسات الدولة. المؤتمر النظم الجغرافية والمدن الذكية واحد من سمات العصر اليوم، وهي تكون مقترنة بما يقدم الدولة من خدمات للاستناد إلى هذه التطبيقات. في الجامعات العراقية هنالك توجه، وفعلا تم استحداث عدد من الأقسام العلمية التي تعنى بالنظم الجغرافية. 17 دولة مثلها 34 خبيرا دوليا في النظم الحديثة شاركوا في المؤتمر لنقل خبراتهم وتجاربهم لبناء استراتيجيات تحقق بناء مدن وأنظمة ذكية. وخلال المؤتمر أعلن انطلاق منصة أور الرقمية وبوابة العراق الجغرافية، وكلاهما سيقدمان تحديثا دوريا للمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية. من قبل فريق الجي اي اس الموجود لدينا في الوزارة قاموا بوضع مخططات دقيقة جدا باستخدام الموقع وغيرها من الأمور الدقيقة، من خلالها تستطيع الوزارة وأصحاب القرار أن تكون لديهم رؤية واضحة للأماكن التي تحتاج إلى فتح مدارس جديدة حسب الكثافة السكانية وتوفير مستلزماتها الأخرى.
هذا المؤتمر جاء لتحقيق ما جاء به البرنامج الوزاري لحكومة محمد الشياع السوداني في تطوير الواقع الخدمي وتحديث أنظمة العمل في مؤسسات الدولة. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. 115 من فرسان العراق وفارساته خاضوا منافسة في الديوانية ضمن مهرجان القدرة الأول للارتقاء بالمسابقات الخاصة بالخيول. أكثر من 100 فارس وفارسة من كل محافظات البلاد شاركوا في مهرجان القدرة الأول في مدينة نفر شرقي الديوانية. في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالرياضات الخاصة بالخيول في البلاد، أقام اتحاد الفروسية العراقي المهرجان ليكون الخطوة الأولى نحو إعادة وضع البلاد السابق في هذه الرياضة. سباق التأهيل الأول للقدرة والذي اجتذب أكثر من 115 فارس وفارسة تقريبا، وهذا دليل على حبهم وعمق ارتباطهم بهذه الرياضة لكونها رياضة الآباء والأجداد، وبإذن الله تعالى إن شاء الله تكون مستقبل زاهر للفروسية مستقبلا بجهود السيد رئيس الاتحاد. المنافسة هنا لا تقتصر على السرعة، فالتحدي الأكبر هو سيطرة الفارس على نبضات قلب الخيل بعد قطعه مسافة 40 كيلومترا والعودة إلى نقطة البداية محافظا على طاقته، كما يتضمن السباق اختيار الخيول الأجمل في المنافسة. وبحسب القائمين على البطولة فإن هذا التحدي يخضع لمعايير وقوانين دولية، فأغلب المنظمين والحكام تدربوا في الإمارات العربية سعيا منهم لإنجاح هذا السباق. بقت من قبل القائمين على المهرجان لأنهم أغلبهم كانوا في دبي يعملون في دولة الإمارات ولديهم خبرة في هذا المجال، فهم من قاموا بهذه الإعدادات وهم قاموا بوضع المعايير. ويسعى اتحاد الفروسية العراقي إلى إقامة النسخة الثانية من البطولة في محافظتي صلاح الدين أو الموصل خلال الأشهر القليلة المقبلة. أن الحصان الذي أمتطيه الآن هو الفائز بلقب أجمل فرس في هذه البطولة التي تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 35 عاما. من الديوانية، حمزة الأسدي، UTV. ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.